هي ركن الفتح ايه؟ الفتح والايه؟ والتركيب. دي اسمها ايه دي؟ الراو. اسمها ايه؟ نقعد مكانها. طب الحته دي كده اسمها ايه؟ الكعب. لا لا دي ده اسمه ايه؟ الكعب. الزراع. اسمه ايه؟ الزراع. ده اسمه ايه؟ الكعب. الكعب. طب والحته دي اسمها ايه؟ الركبه. الركبه. ودي اسمها ايه؟ الرجل. دي لا اللي اسمها دي اسمها ايه بقى؟ اسمها القدم. اسمها ايه؟ القدم. طب احنا هنشيلهم وانتوا اللي هتركبوهم خلاص؟ انا هم هعملهم بقى كده. يلا كل واحد يمسك حته في ايده بالراحه. كل واحد يمسك حته في ايده بالراحه ونشوف. لا استني ما تحطهاش دلوقتي. امسكيها في ايديك الاول. كل واحد يمسك حته في ايده كده. امسكي انتي الاثنين دول ماشي واعدلوهم بقى وكل واحد يبقى عارف الحته بتاعته هيحطها فين. يلا مين اللي هيحط اول واحد؟ دي اسمها ايه اللي احنا حطيناها دي؟ شاطره. يلا مين اللي هيحط تاني؟ لا نبدل مكاننا يا بنتي. نبدل المكان. يلا يا بنتي بالتانية الناحية هنا بالراحة. ماشي شاطرة. ماشي حطي. يلا خلاص ما ندقش كده. ما ندقش. لا انا اعدليها. اعدليها يا ميمون. شاطرة. لا مش كده. مش كده. لا ينفع كده؟ لا. يلا ايوه ننزل دي تحت. جدعة شاطرة يا روضة. نقلبها بقى. نقلبيها يا مريم. مش على وشها. اعدليها يا صغيرة كده. شطورة جدعة. ايوه كده ماشي. حطي ايه تاني؟ يلا حطي يا مريم من فوق. معاكي حاجة تحطيها؟ طيب. حطينا القدم؟ ماشي. لا لا حطي ايدي هنا كده بس المكان اللي كده. حط كده. يلا. خلاص؟ ماشي. شيلي ايدك انت بقى اللي مش معاها حاجة شيل ايده. ماشي. فين الذراع بقى؟ مين اللي معاه الذراع؟ مين اللي معاه الذراع؟ طب حطيها. حطي الذراع الأول. اهي. دي مكانها الناحية التانية. يلا. اعجليها لفيها. لفيها. ماشي يلا حطي الذراع بقى. لا اركسي. شاطرة. مين نحط تاني؟ مشاكل كده؟ طب هي جت هنا ما جاتش هنا صح؟ يبقى نبدل المكان؟ لا وديها مكان الناحية التانية. انت يا بنت عيب كده. طب يلا حطي بقى الزرار اللي فاضل. خلاص احنا كده ايه ركبناها خلاص.